تولى منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية معا لخمس مرات، وخاض رحلة سياسية امتدت لخمسين عاما. فمن هذه الشخصية اليمنية؟ لم يشهد اليمن شخصية سياسية كهذه الشخصية التي سنتحدث عنها، فهو أول وزير خارجية لليمن، وأول مندوب للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة، وأول سفير في الولايات المتحدة، كما عين سفيرا في الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وألمانيا. محسن أحمد العيني واحد من أبرز الوجوه اليمنية، يعتبر من الأوائل الذين انضموا إلى صفوف الثوار. ولد عام 1932 في قرية الحمام في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء. تم اختياره عام 1947 ليكون أحد الطلبة اليمنيين الموفدين للدراسة في بيروت، وبالتحديد في مدرسة المقاصد الإسلامية. بعدها اتجه إلى إتمام تعليمه في القاهرة، مما أتاح له فرصة التعرف على اثنين من كبار دعاة التغيير في اليمن خلال القرن الماضي، وهما أحمد محمد النعمان ومحمد محمود الزبيري، فانخرط في صفوف تنظيم اليمنيين الأحرار منذ بداية الخمسينيات. العيني جمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، وتنقل بين المناصب الوزارية والدبلوماسية بشكل دائم طوال مسيرته العملية، فخدم بلاده في غالبية المواقع الهامة. تولى محسن العيني منصب رئيس الوزراء لخمس حكومات متعاقبة، وشغل منصب وزير الخارجية، وشد الرحال سفيرا لليمن لدى عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا. ويعد السياسي الراحل أبرز الوجوه اليمنية المدنية التي أسست النظام الجمهوري في شمال اليمن، وتميزت مواقفه بالصلابة في العلاقات اليمنية الخارجية. في سيرته الممتدة لنحو خمسين عاما في الرمال المتحركة، وهي عنوان مذكراته الشهيرة، اختار محسن العيني أن يضع مجهره على نصف قرن فقط من صيرورات التاريخ وتبدلات السياسة وصراع الأيديولوجيات وتناقضات المصالح في اليمن والمنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم، كما له كتاب آخر وهو معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن. وإلى جانب عمله الحكومي، عمل الراحل مترجما واشتهر بترجمة كتاب كنت طبيبا في اليمن لطبيبة فرنسية عملت في اليمن قبل عقود طويلة. وطوال مسيرته المهنية، عرف الدبلوماسي المخضرم بانتقاده الشديد للأداء الإداري في الدوائر الحكومية ومحاربته لمضغ القاد، وعمل على مبادرة الإقلاع عن القاد بين الموظفين. بعد مسيرة سياسية حافلة بالعطاء، رحل محسن أحمد العيني عن عمر ناهز 89 عاما في العاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع طويلا مع المرض، مخلفا حزنا عم البلاد شمالا وجنوبا.